أرى أن الموريتانيين جميعا ينبغي أن يتعايشوا بأمن وأمان ورخاء وسخاء وأخوة، لم يتجدد لدي أي قناعة بهذا، وليس لدي أي موقف جديد. وأرى أن الرق مشكلة من المشكلات الكبيرة التي لا بد من القضاء عليها بالكلية وعلى آثارها، وأنها لم تعطى حقها من القيام ضدها والوقوف في وجهها. فهذه هي قناعتي، وأنا أسعى لها من زمان، ليس الأمر جديدا. فأنا من زمان مقتنع بأن الموجود ذاك غير صحيح، الموجود من الرق في موريتانيا لم يعد مقبولا شرعا، وغير ليس هو الرق الذي جاء في القرآن والسنة، الرق الذي كان يمارس هنا في هذا البلد والذي أدركنا بعضه ليس هو الرق المذكور في القرآن ولا في السنة. نعم، الرق المذكور في القرآن والسنة له أصول واضحة، وله ممارسات وحقوق واضحة، وله أدبيات واضحة. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، إخوانكم خولكم، إن الله ملكهم إياكم ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعمه، وليكسوه مما يكسو، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموه فأعينوهم. كثير جدا من الأمور التي جاء بها الشرع لم أكن أراها في التعامل القائم، بالإضافة إلى أنني لا أجرم أحدا، وأعلم أن الأموات الذين انتقلوا إلى الله جل جلاله هو الذي يحاسبهم ويجازيهم.